الأخ يسأل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شمالنا في شامنا ويمننا. الحديث مشهور لما قالوا في نجد قالوا هنا الزلازل والفتن. يقول كثير من الناس يصرف اللفظ عن ظاهره يقول المقصود نجد العراق ثم يخرج نجد الإمامة هذه من الحديث وما هو مسوغ لذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخ يقول أنه قصد هذه نجد هذه اللقطة المسوغ لهذه. وردت رواية عند الإمام أحمد أن مقصود نجد العراق وهذا الرواية عند الإمام أحمد لكنها شاذة ومع ذلك الخلاف مشهور بين العلماء لم يتفق العلماء على قول. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن مقصود نجد العراق وأخذ بالرواية الموجودة عند الإمام أحمد واستدلوا عليه بأن سالما وغيره لما وقعت الفتنة في العراق كان يستدلون بالحديث على أهل العراق. هذا القول الأول. القول الثاني المقصود نجد اليمامة لأن جاء في رواية في الصحيح وقبائل ربيع ومضر هي موجودة في نجد اليمامة أكثر من وجودة في العراق فقول الصراسة حيث ربيع ومضر إشارة إلى مقصود نجد اليمامة لأن النبي قال حيث ربيع ومضر فهو نص صريح في بيان المقصود ما هي بنجد. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شمن قال ونجدنا لم تكن نجد العراق مفتوحا ذاك. العراق ما فتح أصلا في عصر عمر لا فتحت في عصر النبي ولا فتحت في عصر أبي بكر إنما فتحت في عصر عمر. فلما قال الرجل أتى رجل من نجد قال وفي نجدنا وكانت نجد تحت هذه نجد كانت مسلمة تحت طاعة النبي فأمر يدعو لها قال لا هنا يقول الزلازل والفتن. ففر يقولون أن السائل عن نجد إلى مسألة نجد العراق لأن نجد العراق ما فتحت أصلا وكان النجم هؤلاء هم التي للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث مسألة أن الحديث يشمل النوعين ويشمل نجد العراق يشمل نجد اليمامة ويشمل نجد العراق لأن كل ما أنجد عن المدينة سمى نجدا. لكن أريد أن ننبه فضل النظر عن خلاف هذا وأيهما الراجح أريد أن ننبه الطوائف من الناس ومن أهل الضلال ومن المنحرفين دائما يستدلون بهذا الحديث على نجد اليمامة لا لقصد فقهي لكن قصد فقهي لا نزاع فيه مسألة فقهية علمية والإنسان يختار ما يراه راجحا وهذا لا مشاحة فيه ولا تثريب على المجتهد في مثل هذه المسائل. والعلماء الأوائل بحثوا مسألة واختلفوا لكن في طائف من الزعماء نجد الإمامة لبطلانهم عليه من التدين والصلاح. ولذلك ترى الردود على الشيخ محمد الوهاب والردود عليهم في الدعوة النجدية يقذفون بينهم من أهل النجد وهذا بلد فتن نيلهم التوحيد والعقيدة فهم يحتجون بهذا الحديث على هذا الباب. فينبغى التفطن لهذا الملحظ يعني بقصد ما تجتهد في المسألة الأخرى ينبغي أن تنبه على أن لا علاقة بالبلد سواء ونحو ذلك. هل يعني انهم على الباطل؟ اضرب لكم مثالا واقعيا عمليا مجمعا عليه لا يختلف العلماء ان بلد العراق بلد فتن هذا مجمع عليه متفق عليه. علي لما كان يقاتل على الشام اين كان يوجد؟ في مكة وفي المدينة من اول من نقل الخلافة للعراق من هو؟ علي رضي الله عنه وكان على الحق بالاجماع مع فضل الشام. هل يعني احتجاج بالارض على صحة القول لا أصل له؟ هل نحتج بأن الشام كان على الحق لأن الحديث وارد في الشام ونحتج على بطلان مع كان علي مع أنه على الحق بالإجماع وحكى غير واحد من العلماء ولا حديث صريح في ذلك أصلا؟ نحتج لأنه كان في العراق أنه على الباطل هذا غير صحيح إذا نحتج على معرفة الحق من الباطل بلا أدلة. فقلنا من يسكن نجدا ولو قصص بالحديث لا يعني أنه هو رجل الفتن أو رجل الضلال كان من المحارفين ولا البدع والضلال. فلذلك لا عبرة بقضية أن يسكن بلدا. والأرض كما قال سلمان الفارسي حين كتب لبعض الصحابة أنقدم من الأرض المقدسة كتب له الإسناد الصحيح قال إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. الإنسان قد يسكن مكة ويكون من شرار العباد قد يسكن المدينة وفي